يجعل كلامنا كتير عليهم. أي نعم، السيد محمد نصير الشهيد بسيد نصير. النهاردة في يجعل كلامنا كتير عليهم هنتكلم عن أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية، الرباع المصري السيد محمد نصير الشهيد بسيد نصير، من مواليد طنطا قرية شوبر بطنطا في يوم 31 أغسطس سنة 1905. درس في طنطا وبعدها التحق بمدرسة طنطا الثانوية، وفي الوقت ده شاف في مولد سيد البدوي ألعاب البطل المصري عبد الحليم المصري اللي كان ليه الفضل في نشر لعبة رفع الأثقال في مصر، ومن هنا بدأ عشقه لرياضة رفع الأثقال وكون في مدرسته الثانوية فريق لرفع الأثقال. سنة 1925 اشترك سيد نصير في بطولة القطر المصري وفاز بيها، وفضل محتفظ بالبطولة لحد سنة 1928. وفي نفس السنة في 1928 بدأ يستعد لدورة الألعاب الأولمبية في أمستردام، وكان بيشرف على تدريبه المدرب محمد بسيوني، وبالفعل شارك في البطولة وفاز بالميدالية الذهبية، وبقى أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في دورات الأولمبية. ولما رجع من أمستردام بعد تحقيقه الإنجاز الغير مسبوق ده، بدأت الدولة المصرية تهتم أكتر بتشجيع رياضة رفع الأثقال وتوفير أندية لممارستها، وانتشر رفع الأثقال بشكل أكبر بكتير في مصر. السيد محمد نصير الشهير بسيد نصير سنة 1930 فاز ببطولة العالم في رفع الأثقال للوزن الثقيل في ميونخ، وفاز بيها مرة تانية سنة 1931 في بطولة العالم اللي كانت مقامة في لوكسمبورغ. وسنة 1965 حصل سيد نصير على وسام النيل ووسام الرياضة من رئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تعيينه في وزارة الشباب والرياضة، وكان مسؤول عن مجموعات الكشافة والمرشدات، وساهم في تطهير وتطوير مدينة بورسعيد بعد العدوان الثلاثي. على فكرة سيد نصير هو الرياضي الوحيد اللي كتب له أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة مخصوصة ليه وباسمه، كان مطلعها بيقول: شرفا نصير ارفع جبينك عاليا وطلق من أوطانك الإكليلة. توفي البطل الرياضي المصري سيد نصير سنة 1974، وسنة 1977 تم تسمية بطولة دولية تقام في الأسكندرية باسمه تكريما له. يجعل كلامنا كتير عليهم البطل المصري السيد محمد نصير الشهير بسيد نصير، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في دورات الأولمبية، الرباع المصري السيد محمد نصير.